ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حاول مهاجر مغربي يقيم ببلجيكا إنقاذ طفلين شقيقين من الغرق ببركة مائية بمدينة هال وسط بلجيكا، إلا أنه دفع حياته ثمنا لذلك. ووفق وسائل إعلام بلجيكية، فالطفلان قفزا خلف كرتهما التي سقطت في البحيرة أثناء لعبهما بها، فقفز المهاجر البالغ من العمر 44 عاما مجنبا الطفلين خطر الغرق في البحيرة، لكنه غرق بدلا منهما. وفتحت النيابة العامة تحقيقا لتحديد الظروف الدقيقة للحادث، فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي. هذا وعم الحزن بين جميع المواطنين البلجيكيين والأجانب الذين حضروا الواقعة، التي تؤكد مرة أخرى أن المغاربة يحملون الشهامة ويضحون بأنفسهم لإنقاذ الآخرين.